نشكر شيف إكسبريس على التغطية ديال هاد السهرة الفكاهية اللي دارها أخ الصديق وليد المعروف في مدينة خميسات، لأن بصراحة الشباب اللي يعني خريجين ستاند أب هما اللي يختاروا هاد المبادرة باش أنهم يقدروا أنه كل واحد ينضم واحد المهرجان في مدينته ويجيب دراري ويتكلف بالترونسبور تاعهم الماكلة تاعهم المبيت تاعهم باش يطلعوا واحد الصوري، لأن مورا ستاند أب تماما ما كانش واحد الدعم أساسي للشباب اللي كانوا في ستاند أب، ولكن المبادرة بدات تبارك الله من مراكش، يعني كان عندنا العرض في مراكش من بعد مشينا ليوسفية الشماعية وحنا دابا الآن في الخميسات وإن شاء الله غنكونوا في السمارة، يعني الشباب بيناتهم هما اللي تجمعوا اقترحوا هذه الفكرة باش أننا نتجمعوا دراري ستاند أب ويعطيو واحد السهرة ويعني ما يطفاوش، يعني البرنامج اللي بينهم ولكن خصهم يخدموا من بعد، وتبارك الله بدات هذه المبادرة من مراكش وهي باقي غادية، وكنشكر الناس ديال الخميسات بزاف والجمهور ديال الخميسات لأنه جمهور غزال لقينا جمهور زوين، وشكرا للجريدة تيفورت بريس اللي دارت التغطية لهذا الحدث هذا الجميل جدا.